عيثما سويثما زور موقع عرفت داي نضحى بزيكم نهارا قل حلقة في مسقعود البرنامج ثاغي ميت البرنامج وانيتي نحاول ذلك نصطاد دين جيون أكيس نسيور كيجن عدد الميادين الحلقة في مسقعود نخضى أكيس نسيور في الموضوع نزيد زاد نرفين وراء الموضوع نصطاد فض إجن ثنانين جيون إلى جان فاعلين أحضان ذكرى الأليمة نرفين وراء نحاول خاص نطرح بعد شخصيا هذا نفسي ورن شوي مو عايش الذكرى تجربه نسم في الميدان ام جي ومس قالوا نستضيف في الحلقه يا الاستاذ صديق عبد الكريم انت رئيس نادي اليونسكو للتنميه بالحزيمه غاسيش الارشيف غنقرام تصاوى الذكرى الزلزال 2004 فوقس دي سينو نظن اكيد نظر الاستاذ سي احمد العيشي الدافع الجمعوي وحقوقي إلي جامون السيق من شبكة الأمل للإغاثة سابقا هذا بديغ الأستاذ صديق عبد الكريم الأستاذ صديق تمنى خصي ولا شي حاجة كموك تعيش التجربة الزيزة من 2004 شكرا جزيلا السلام عليكم أولا السند أن أمن كلنا بأن الزلزال قضاء وقدر إجا قيم بعض البلدان في العالم يقفر في نشيق العزيمة ومن وقع الزلزال أمنيش أمسائر يعني سكان الحزيمة يوقع الخوف الذهلة لأن رأي حاموش ندي مزيان أكد مغاد وقال الإنسان وخان تاذي سبع وزمان ذي زادة ويسبث أن ترون إلى آخرين وقال يسبع يوقع الذهلة عمو كنير وكل شيء وطاد قلمة الطويرة إذن مما عليه اللي سفق لأن حاموش ندي مزيان نصبح بي الزنقة نصبح بي طوبين من بعد تسندي دينزيني مزيان إذا بنا نصابي ذاك سلالة الكخان وجيت النيس بالزز بعد الأيام وين مشينا هنا نقاقض ولا قايقض ولا الأشخاص اللي كيتكلموا على البلدي إني مكمل إني نلقى بعض الجيران من جديد نسني وذان من جديد يدور لنا المسألة تقريبا عادية جزيز زي يود بعض المسائل إيجابية يود بعض المسائل سلبية الإيجابية وهو يوقع شوية تلاحم التعارف أكيد وذان ويتعاون وما خصيش نحاش ما كذا يمسر عندي عفتري نعاود إيش نضاه إلى نوال الجيش إيش نكارف يكارف تزيد زلوة هو يوقع التكالب هم يسمح بها الكلمة يوسى بس قاس مذيق التكالب وما غدا ما غدا سي كاميون المطاوة اللي طرقعة ويجراس جواف يا أغاز الناس الأخرى نقطة من الصدق هذا عديد هم جوين ويستنعين وستاذ سحمد بالعيشي لازم أخصي ولد شي حاجة مقطع عيشة تجيري من زيزات ومزقارو مع 24 في 2 2004 شكرا خمس قالوا شكا يفتو داي شو داو بيتي واعتقد انه يستمر خمس خاصة ان الموضوع الزلزال عاد شكا للجنائب هي الغار بالنسبة للمواطنين والتجربة الملفة تقلت قطعة غامضة على المستوى الشخصي مثلا عيشة ومنايا خليت مش أمي ولا بقى الحسيمة إصفاق أنا رعش بني وختبني الساوي طاور سجين نبيت مدرسة مولى رشيد زيسين منطلق باش أنشكل إيش القوة إيش القوة المجتمع المدني باش أنك من الجانب السانو الواجب قانونه خاصة أنه إيش غايش العقدة الزلزال والدين زيد زعما هو تسعين يعيش في الجيل ديالو كشر هو عيش غير الصعوبة النفسية هو إنو قيمة يعني ديال يشد لساني عزيز لساني إلى آخره اضطر إنو باش نعاون بسمان وكمل يديه ثم هزو باش تساهمو غير نشدو غير نقدرو نساهمو ثم اكتفي بتعريض إلى آخره ثم زيد زعما ولكن كذلك على المستوى الجماعي هاي العلاقات دخلوا كيلو مش بدينو أم يكبر وخا إنه لإني ما يقال للتدخل إنه كي عمل بشري لقيمة ليس نقص ليس ضعف ولكن تصل الحقائق عاد غامضة أعتقد إنه في المناسبة شخص حاب شيء حاجة غامضة عن الحقائق دور غير الأستاذ صديق الأستاذ صديق ماذا تصير شي حاجة توثيقي في الوقت مني الأثر الزلزال سواء في مدينة الحسيمة ولا في كان بواف من البوادي فعلا مش الماكينة تسوى الآلة تسوى دائما قطرية منذ 1976 فعلا
صوار بزاف ديال المكان خارج اقليم كوتيبا. نشرت بعض الصور ديال المواقع من فيسبوك، ولكن ماشي تصور اللي قائلو ياك تصور صغار اصدقاء اجانب، هذا هو قرار، هذا هو تحلف الحقيقه نيش صوار، ولكن تعجبني هذا السير خلاه عباد الله ما يركزوا مليح القريه ما يخرقوا لي مليح نيفا، لان راه غادي ندير ورا راه غادي ندير العائله شي خاسن زريب نقولوا بيت جد مثل ما اتم من حسن الحظ وحسن وتهويشي تدهسر، ولكن الا رجع على شفا تدهسر وشي قيمه ما يمشيش الخبير بعدا بس هنا ما كاينش السكنه وفي خدمه مساكن تصنع لك قيلان الباص ندخل لي شي جري يجي نسار وقيلو نمشينا نخدم التعليم هو غاسل داكشي المنطق شي الكشات شي المنطق وشي غاسل لان في تحت جاتك طاز الزايد سوا سوا بعدي بوكال السيني وهي يوذن ممكن اني مره فقراء ولكن شرك زخن عائله لان الاقربون هما ديال العائله وفعلا نعاون ثم نيش اي ثم بابا الى اخره شي شي حاجه المعاون عاوز قد دويري نعاود كما شي 100% ولكن المهم خاص نسجل الصف الداخلني اقتل غتقي الطلب ديال الاطلال تصور تم يحسبون الى اخره ايوا يعني ايش القضاء نزلوا تيريشي مره اخرى الاستاذ زوكان جوست كسي ايناث بالنسبه للتوقيت مرميز باشر تما الدوثي في المنايا روغا جوج ونص نتجيرف تما بنا ميا ورينا هوني سوق هما مدرسه مولا رجتني لي وقت هي مرميز بزاف كي تسمى لي تصوير ايناث لا كي تصوير تميل على الاقل 4 ايام 5 ايام لان راه عاد تفكر حام واش الماني غا فين روغا بنا من الهوا تصوير جد الهوايه ولكن قاصيتها وين ولا مزقر وخصوصا شغايدين بثمين يعني حتومي يروح شوية تمي أن نخاف في الآخر عاد ما بيبدا يفكر بعد تعقل وش يوم الزلزال يطلب يجي الصديقين وين يرى هذا الشيء شيء العائلة يسكت زعل لأن يتك تليفون ورا مش غير شغالي طوبين نبكي خل قوري نس فيها يجوا غارة وتعقل الله يكرم بخير يوم شيء يجي نبكي كده 10 كيلو يسربان لأن ينقى قوت من زيرو من زي شيء صدق خل جوش درينا شيء خلني العائلة جوش در يسربان على ذي غا موس قرر يزورنك الصديق هو مين يوفى يوفى العائلة إني تسمى النساب ويا وينس يوفى ذي حاموشين مساك قيم ضعبارة الربليسن وسيوقع والو وسط الأكوام من الركاب تدار نسم وسيوقع والو ولكن طفطف نهد من تدرين غاين شيش الخلاصة الناس تدرين الذين يوقع سن ترنش ثو ومتي بني خفيز وسيوقع والوش خلاصة شخصية والله أعلم غير للإشارة فقط سقسي وين توجه كثير تسمى نادي القدماء تلاميذ تلاميذ المدرسه في فيسبوك نعم انا ساذكر بالاسم الاستاذ بعد فريد بن قطور نعم الدور غير الاستاذ سحمد بلعيشي غايد انتر بعض سقسيين وبعض تسمى توصل سيكسنا عبر الصفحه ديال الفيسبوك وبعض تسمى سينا ديال الايميل يجوز سقسي وين تسمى سيسم الموقع زعما خصو شوي في الايجابيات السلبيات العملية توزيع يعني المساعدات من تنخرط هيئة المجتمع المدني في الوقت المدني. شكرا. بالحقيقة السؤال وجه السؤال مع السواء الإيجابيات السلبيات أولا يتحذرش باش نذكر كل شيء الأطراف يساهمن بالعملية توزيع الإيرادات والمواطنين حدا جاو يستدعيين غير الدالي ونحو الشيء أنا بزاف ديال الآن تبدا قاري قش حضار ومن نطرح لنا ولكن تتعاود الناس وتبغي يحضر هي قرار غير بزاف ديال المواطن المشكل الآخر وهو الإيجابيات قليل الجانب الإيجابي بالنسبة لنا قد يكون سلبي بالنسبة للآخر تشبه لنا السياق يمكن على السوق السياق اللي يسار الزلزال الاخر باش نفهم الموقف من كل واحد والاطراف ما غادخلوش الطريقه من الى اخره ولكن سمح لي سي احمد بعدا قصد الضم سي فينس سيورا موز كان بعدا تامن الجمعيات باش تشكل تما ديوان تاع الميدان اذا الاطار هو بالنسبه للحسيمه الجمعيات العمل الجمعوي للحسيمه راس التاريخ تقدم بزاف ساهم بزاف عانى بزاف شي مقابل بزاف وزدج من لحظه معينه بقى راس لحظات المصالحه
لحظيا سي عبد العزيز بشير بكل اقتدار بكل حريه، وذا من اسرع حد وذا من تني حد يلي نجر صغير تبقى ربما ربما يتبع المواطن يسمى يوظن كل شيء ضايع يلي نجر من اسرع حد قاعد نعاود قام من الاسواق تمشى خمسه طاوله هنا في الريس صحيح انا دوك راه المجتمع المدني ونتبتوا بان الجمعيه المغربيه لها فوق الانسان اول فرع توسس بعد اروى ترجل النظر انا قاري من بعد ومن ما تفرش زي الحبس يقول الدوكاري اسس الفرع في 90 بمعنى ان الجزء باقي الى الفرع الاخر ونتبتوا المجتمع المدني عاود يقدم المجموعه من الضحايا الجمعيات بعد الثقافي 1984 بعد الانتفاضه 1984 تم الاجهاز في البعث الثقافي النادي السينمائي وددوا العشرات الجمعيات الاخرى بمعنى تطور المطعم للعمل الجمعوي ديك الحدث وتنصف المصالحه نظم مصدر ندوه وطنيه دوليه هائله يومين قبل السيزون عام 22 2004 22 وقع ما وقع اذا المجتمع المدني في خلص السيت ديالنا من اجل بشر العام اي ماس خاصة أن الدولة إلى تشهش رأس الإرادة السياسية تاع باغاس الملك من خلال الزيارة السابقة للمسلمين ولكن في الطور في اعتراف الزيس الملك ذا في الموية في الخطة للمسلمة اعتراف النقص كان ثم وشد تعليمات باش تشكل ما يسمى بالقطب الاقتصادي الريفة اللي تدمج بالاقتصاد الوطني وثانيا القصة صحيح نعم الدروغ الأستاذ الكريم رخام سعدتين من بعد 10 سنين في علاقة الزلزال من تعنى نتمنى النصائح نقول الإرشادات ممكن أن تقدم المواطنين قال في حالة تما نقدر الله تما نوقع شي حاجث نعم بالنسبة لبعض الدول كاليابان دائما راسل تحسيس المواطن ما يمكن أن يوقع لأن مثلا أسين شي المستقبل ولكن المستقبل يتاوي تيم إسرائيل في غير صريع المواطن مشني مثلا ما اوتيري مع الحمله تاميه التلفزيون يا راديو سنازيخ استعرض يا ودي قبل يوقع زيد الهامي راه ثقب هامي راه ثقب لان هذه بعض لان الهلع انت ينقريو هذا الخطاب الحقيقه صحيح ماشي تربني لان ما راهش نشتشك مثلا وقع زيد الكوكاوي او الغيوي هذه بلا ما تيوضع ولا ديش نحاش اذا خص التحسيس ثانيا تمني اتيري ترجم كماده للمقررات الدراسيه خصوصا للاطفال ديال الوقايه المدنيه اتيش 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 مثلا تسعه اشهر يعني من الخصاص واش تسعه اشهر يا ودي لو قعدتي زعما غديروا كذا غديروا كذا اللي توصل تسمى في المنطقه يا هي مهدره مهدره منطقه زلزاليه يعني شنو السي شي اللي غيوقع ولكن منطقه زلزاليه الله تعالى يحكم قسميه يعني نفس الانواع الكبار الصغار الصغار في المدارس هم وسط قد اليابان يوقع زلزال اليابان ماني غاك نمشي اليابان كل بعد ساعات يوقع زلزال ولكن عادي من كيس نمنا كيس وغاس ربني لي كونتري من هني عاود يجي حاجه يسال مثلا هذا راقب ربني لان ربني توقع كسغش وذلك قرار انا مؤمن مسلم ولكن يعني سوق مو خصوصا بعد تدريني قبل غانت كيم زورن كلشي سرقتي طويل هذاك سنترقش مع الاسف نهار نوبل حاوز نزور نهار اول روح ما كاين التصاور لان خليش يوقع لها لا قبيلة شرع ورقي طويل الدور غا الاستاذ السي احمد زعما خصي ولد تكذيج من التقييم يعني الى عمل يقدم يعني الفريق المدني المكلف الى تتبع الاثر الزلزال ما نسمح لك ما شي حاجه غير مزيان السؤال مزيان تدخل الجمعيات وتوحد البلاد مباشره بعد حدوث السلسال أصبع الصباح الى كل شيء يوزن يتجر من خارج ما كان في العمل الجمعي الى جمع السبيطار اولا تبرع بالدم ثم ثانيا استقبالا ضحايا جروح الى اخره ثم ثالثا إبداء النقاشات مش كيما الجولة راهي القمرات كيما الجولة راهي مسعود مجموعة منطقة مجموعة الزوار إلى آخره. زين تيلا إذا تشكل التنسيقية عاد 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 من يخص الصباح من الزلزال الصباح من الزلزال الصباح من الزلزال يقول الشناي تيلا لقى النداء
المساعدات كل شيء ضمن طبعا العلاقات اللي خص السياسه الاجتماعيه كذا يبدا ملي كتجان نعمل الشوط تفاجئ الموقعيه نجمع كل شيء ضمن كيش السبب البطيء دين مجموعة الدكاترة مجموعة الجمعية مجموعة الحزب اليسار الاشتراكي الموحد الشعلة الاتحاد الاشتراكي مجموعة الخطر مجتمع ديني نتفق يعني كيش الإطار طبعا للتدخل التدخل دي منوية السياسة شي بحال هادي غير غير الخلافات كل جمعية شو تكون مش تكون ولا استقلوا زي جمعية المغربية الإنسان لأسباب عبارة سنقول ولكن غنبني العلاقات لدرجة غنبني ودان سقاليتو باش تفاوضن ودان الجمعية كنجتمعين جالس الحال لحظة من بالضبط كنجتمعين تناقلات شنو نفس الموضوع باش تشكل الإطار للتدخل وهنا هو الإطار الكبرى اللي اشتغلنا بزاف لجنة الأعمال ثم التنسيقية وكتوشي نحضر في الموضوع ولا ديني الإغاثة الإسلامية من بعد ندمجنا كلمة وصلت للخارج ندمجنا كلمة وفينا راح تنسنا كلمة خدمة السابس كلمة وتتوشي بأن الدكتور رشقر جمعي جايز كذلك تضامن أسشا تخدم كلمة شراوة وتتوشي مثل نوزي النظر خاصة سيكودال دكتور مرزو كورياشي المحمد وزقال كذلك كلمة وجمسل وتتوشي ساعد شروع صديق ساعد شروع نعم وصار ذاك المواد ويت الشحن يستعمل ناس الكبار يدخل برا الصلع برا الشوشة يروف مني فعلا العادة دي سنة وتتوش إشن عادة دي قرعي إشن عادة دي إخوان زمري تشخشين بلدين ستوزيا وتتوشي بأن زعزي الطالب يضاع يخي مجموعة الإخوان زمري إني ناثر كريم تازي وضبي كريم تازي بنت التقضيين مجموعة قادسة إغادة طن الإغاثة إذا نخش البلدين وضعا بإمكانية السن رهن إشارة النوق بشي نبدا ولكن شي نبدا نبدا مراعاة للدولة إذا الدولة إذا كده الوقت بدأت بدا ريت ما أدخشي مالي ولكن في بس الوقت هذا الحوار حوار جاري إيق السيدة زوري خمسعي وبالطبس الحوار اليومي وشي غال النتيجة لأنه هو دائما يعيش بس من القايش بس من الناس دوني في الأخير ولكن أثمانية توشى وتسوشي خدم الشغل الناس في خلاص زبناء إذن الحلفاء الناس بالنسبة للشيء الفق باش أنا مزع إذا تكشاكم الوعد تكشاكم الوعد باش أنا حضار اللي دكتور الشقار يساعد الفرنسي تمثل التنسيقية إذن نشكي دي فريد أمغار مثل شبكة الأمل ومع ذلك تحضر شيء ربما من غير من بعد إخلال بريفيس بدون توضيح ماذا ولا كذا على كل حال شنو نتحرم في أي نتيجة وحمية الفرد القارئة بشكل عام ومد مساعدة زبارة زي الداخل أخص السور بعض أخص غير ممكن تقرر يتمر من يوثم ذلك أقرر من ذلك شو ما تريد الدوان كذا أول واحد يخشد ذا غير مسيمة شديدة عبد إضافة يمدي ونقوم الشفاز الناظر أخي شابط حميد شابط كنت الصديق أمغار كريم لأن الجمارة قلوة كان الحضاري ينفاس أول واحد يخشد سكمسيكوميا تفاصيل من هنا تغير كشي من ديوين من وزاع من كذا لأنه من هنا يتم داخل لجنة الأمال بالنسبة لشابط يعيش بس لديك ربما الإسفر السياسية للشنقرابة اليسار اشتغل الموحد ربما مواضيع سخين سبينا لنجا حاضر في الميدان يمكن غاسم صداقات معينة على كل حال تقول جبول نكسب ولكن يخسر أنا أعترف زين نوع المدان نيجي نسال من جنوة ونين نيجي نشي نحاش بس نشابه صحيح ونين نخبر شي الحاجة دليل الحجة سبنا بعرفنا لعدة يوم قول فيه مشي القضية صح ينجي الفيلسوف قال نسنيتش منين إنك كنت تنسر شيء تغنيت بزاف حاول تفهم حاول أنت تفهم خاصة الملفة هنا ملي تجي الطاس ما يوقف الطاس الطاس فإذا كنت أنا ومالك ديسقال وزير الخارجية نائب وزير الخارجية الأمريكي
محمد السادس ملك المغرب يتوضح ذلك من إسقال من إسقالان في السلسلة مباشرة مع السلسلة يخشب ذلك كيف يسمح الحوار للمليك عمل غا قدم شنين شحال غا قدم المليك 10,000 أغطية سبب مشهور مختر شكل عرقة 10,000 الأغطية ذلك إن تغاسم المحتوى 90,000 شخص هذا القدم من ناحية أدوية كذا لمدة 30 يوم رغم هنا وذلك الوقت ولكن مدى موجب التوضيح مدى موجب الشفافية إذن يتوقع القيل والقال صحيح يتوقع القيل والقال إذن المجتمع المدني يتوعي كالستاريخ شيء إخلال أبريل باش هذا القيمة تستقيق الدولة شادي فوالد اختيار الاستريمو بالنسبه لشني اختيار مغربجه انا هو الميدان الى دفع الصعوبه شخصيا كمنسق الشبكه في ولايه المغرب الاطر الاطر بالمغرب باش هذا البلان باك الجبريل النبيل كل العالم الى اخره ولكن الغرب ما يبغاش راح توزع توزع كل الفريق كذلك الى الجمعيات نبوط توزع كل أما الدكتور إشقار إلى آخره. عفوا أذكره إنك تما يستوخ الأشخاص الإنسان. عام بعد ذلك أحضرش الملتقى الجمعية المغربية للأساتذة اللغة الإنجليزية لأن شبر عمر كيسم أحضر كل عام. من أتوقع؟ كل عام مريتيري كل عام مريتيري. بوري 2001 2005 نقل عام سيري في طنجة. سقسيج الأستاذة زدت البيضة صديقة وزميلة في نفس الوقت إني وش وصلتكم شيء مساعدة الناس شوية إني إحنا يعني في الدار بيضاء ما بقت حتى شيء مدرسة ابتدائية على الأقل تلميذ كحد درهم حتى واحدة فما بالك بالثانويات والمعايد وكذا الناس راه وصل اللي وصل شكون عارفو صحيح معناه المغاربة سهلنا كيف عفوا لا كمرة بعد ذلك النقطة يخليه إن شاء الله كده تعقارب غير من خلال بعض الأرقام اللي ذي تكون شيء ذكيرة إذا نتسرق التلفزيون أمريكا في وقت نيت 500 مليون دولار السعودية نفس الشيء 100 مليون دولار الإمارات غينية ما من أفقر الدول يعني إفريقيا في وقت نيت 500 مليون دولار ذني تي أشخصيغ شكون بعد ذلك غسي أحمد الأهداف برنامج إعادة الإعمار إقليم الحسين من بعد الزيد ما تحققت الأهداف إنس نيضا زمان يحقق شقاع ولكن يحقق شقاع من الدرجة نعم يعني مثلا الملك محمد السادس يبدي تسدار حسيمة اكتاز يقبل فعلا يدك هنا لا نكر ذلك ولجنة المكسب ثانيا عادي دار فكرة أنا عزمي بريدان أنا عذر الميناء أنا كذا ربما ثاني دا خليت الزيت هذا يسعى من ذلك لا أدري من رأس الدولة كي كيركوا غي سمير من غير المستقبل اللي ولكن الزيت هذا حتى يسرع كما نايا أما ما قال ما كبرت الأهداف على مصر كبرت في أي دولة في العالم فأحرار كبرت في الحزيمة الأهداف على مصر الشعب السويدي عادة تمرشي غادي عادة ما ينزل المزيد فأحرار الحزيمة سي أحمد من غير ممكن أن أختني بس سيدنا ونيتي تسمى الأهداف من برنامج إعادة الإعمار تسمى ما تحققت ما خصوصا يعني جن عدد الأموال تم قرانين على الفاميليا مغانت وذفنتي دو تسمى نسين شيء ما وذنتي يعني غا أما تسمى مقصود نسنت لأمي خدو سنت الحقيقة بالنسبة إلى في برنامج إعادة الإعمار أمو تقدم الحكومة كالبقاء من يدي لقي الرسومات ومعنى القاعدات الأخرين بعد يتم الإعلان عليه ذاك الحسيمة برنامج النيوني اسم بزاف الأرقام ومش مقبل باش تكرج الموضوع ونقولي بيفتو داي ضروري دمس دارو يقسم انا يستوش الأفاق اصلينا يا البرنامج اللي يكمل ما يوقع عن الثبرات شحال مع شيء دوبان من السيفان الى اخره مما منعيه من الدبوء على حواجه دينا نرسو المغرب أبيلي بالدولة وكذلك تمام الشرطنا وقت بالسوق
واللي غيكون شي غيقولوا قانون انت نزل الحدثه عارفني ولا ما صدقك نعم شنو من كمجتمع مدني قال راسي لا الحسين ما قولش يوقع والو خصو شي توقع شي الزريوي اللي لو معاه فيني باش تفاق مع القانون قال بعدا السي احمد سمح الطرح ديال السقسي قالوا وقت النظام تهد بعض المظاهر يعني سمو تما تما مشاهد مقرفه مساعدته فهمتي اللي غادي ندير الحزيمه غاندي وغان طونكي قيران طونكي كاميونان جبزان وما لاني ضاغط داك الاعلام وسائل الاعلام الاجنبيه الناس تما ملي ريت جا الخلل قالوا وقت مني باش المساعده فهمتي دات ندير في الوقت ديال تما المتضررين المباشرين اللي راهم قلبوا وادي انا جيت بالدرجه الاولى الدوله سي خديمس اللي بغات شي تصور مش تعبانه وانا راه شنو كان جلد الامال وانا خطط عمل مباشرة من بعد تشكيل لجنة الأمل تسجيل بهالعاشر نخشى الولاية نفادي السيد الوالي الوقت منين وقت وقيضة نذكي صغى الحوار نقطع الخاص مني يقيم بياس مقبول ويسيناي وغاسي تجي الرؤية وغاسي تجي الخطة ولكن أقرأ إن شاء الله غير وكان بالنسبة لشنو كان حوار يجوا لي خمس دقايق ثم نقدم برنامج نرد تصورنا الحسيمة خصها باش توقع هو التوزيع لأن الحسيمة لجنة والحمد لله أنه تنجوزي المشكل وش وقع شيء هكا وقع الزلزال وقع كاع كبرى وقع كاع الزوال وقع كاع تسوالين يوقع بمعبر الله يوقع غير معدن يوقع شنو هو الفن التفاصيل من جوج دغيا واش كان حسين مغار المدينة باش توزع المنطقة واش فاي خي ولدان بالمفتشين بالمديرين بالبونطور غاسل الأموال الإنسان غاسل كذا ولا غلق عوام فهمت وهاي جا خطأ يوقع شو خاطئ من طرف الدولة خاصة الذاكرة ما تعقل في الكويت والعراق من وقع الفواحش اللي فيها أخاف ديال النوع العقلية اللي تحاول من كذا تشوه المواطن كيريفين أو ربما تزدرني بشكل عفوي وغاس نشي البرنامج وغاس نشي الخطة واني مشي بالزلازل التون بذكرى الأكادير 1965 ولكن هو إلى الجدش الخلال قادم يحاول من كان هذه شوه وفيما بعد بين محاولات أخرى باش تشوه المجتمع المدني يضحى يغاصي على البرسيمس يخسر بيانطع البرسيمس يساهم ينقاد ما يمكن ينقاد ولكن الجزء يسير الجار هو التشويه محاولة النيز المجتمع فعلا مخ الكاسيطيات الواجهة هي مش تصدق ايش قلو قصني رجل غام زيان قاعد ولكن تعقرق شي حاجة ضاطج انيني نسمى ليش مجروح منتظمه جاء بعد غيري فين بصفة عامة جاني بلا من الناظورة قال الحسين عقر غنتين ديم الزبورة تما دي خشن يعني تيستون على هذا الانسان وين داش فيا روم يمكن تحظى في بعض المشاهد تما هي تما هذا خص يصير نعم شوي راح هو يمشي يدير مسكارو صحاب الوضع ولكن بدا بسي احمد بالعيش ياكد قوسي دي كاميون دي فاس زريت زعما لان جوج ما زار كل شيء انت اسمعني لي موثق ولكن ايش نظر الناظور زريت خضر يدس سوق اليوم العام سيدي يتشكرت مع داس الموسى يتشكرت بزاف هذا يفرش له مثلا تشكرت بزاف وا يقرا اختي كل ومرمي فعلا قد الموقف هذا سيدي وسيدي راسي اوزبكستان دا مثلا حسين فاحرز النظر فهمتني فعلا الاخوان نازل النظر دائما قناتنا في السراء وفي الضراء اثنين ازرار جديد بزوره ويد المساعدات الانسانيه اللي بس قالها خالي بخص اي الاستاذ صديق زمختين ديجي كلمة تنكرت حقاش نوضطها مكمل واخ كلمة تنكرت وهو أولا شكرا جزيلا إريف توداي نفكر جي مثل هذا يعني الدردشة الفيديو عادو تيجي خمير الجد يعني شكرا السي أمين والأخ وسقى كاميرا من أمجد يوسفي نتمنى الويلة تمثينا وتيري تشيغار كارف فإذا وقعت إن شاء الله تري مخففة ونتمنى الإنسان الشريفين ودي التشيغة الرضيلة أبو ثوار الإعدام
يصالي خيس تما ويملي كره ديال الحاج بينما تذوق كاين الناس الاستاذ بالعيشي موظف ورا بونكي ورا كذا بغيت تدخل ايوا شكرا جزيلا لكم ومزيدا من التوفيق السي احمد زعما خديني ديك الكلمه الاخيره باش نختم هذه الحلقه هذه الحلقه تبقى لي ما سمعت تفضل عيني يا راه الله بقيت مزيان وهو المشكله اللي خصو الاستاذ حقيقيه صحاب الناظور خشين بلا ناظور المريج ولكن يومين خشين مساعدات المغرب مساعدات زفاز زيت دار بيضاء إلى قاعدة المواطن بالنسبة للائحة هذا العام صارت طالعة المواطنين السنة المزيان بأن بنك أقابل الإغاثة من الصفر ستة ربيضة إلى قسم الطلب بعد الطريقة الانتخاب ديمقراطي التصويت على اللائحة يسمى هذاك المؤتمر الفيدرال غانو كل شيء السجلات الأوراق ما يتعمر المدير الإعلام المدير اللي توقع مش الموثق ليش تصور الخارج تصور المعتقل السياسيين كذا الضحايا الخبر اللي توقع عن كوارث ديال البوادية من غير فتنة في المظاهرات تفك الشوارع إلى آخره مش الموثق فقط هي فقط ضمن الزغنة اللي وقفت من ديال التعبير يجوا من الزغنة اللي فقط ضمن الزغنة طبعا بالنسبة لشنين يود يدفن وزما بين قوانين مسيان المهم هبوا هبة الواحد الفاس البيضاء والانترنت الخارج وانت توشي صحاب الخارج يخصص من الشاف انه صحاب الخارج مش تان على ادني فين تنسك اللي تنسل فين اللي جاي تنسل ليش يسقل 500 قيضة ليش 10 ليش كذا وخير وقع الغلط شي حاجة اللي قلتني تمسيت تمسيت تستحق كل خير ولكن اكبر منطقة يفارك الخير عبد العالم راني صداع الوقع في المشكل تمس من التسوق تخص السوار مع ذلك انه تمسيت عاد بحاجه الى اشياء كبرى للمستقبل لان عاد بعض الحالات عاد بعض المشاكل خصها تتم فيها النقطه الاولى شنو هي الامر لا زيد ما راهش سامع النقطه واش تنايل وهي انه شنو وقع الصداع وقع الخلاف ما كان دونش الحوسي ما كش تقول شيء عاش بيدو الخلاف رجب عشان تدي قوي الحوسي ما غير بعض الرموز بعض الأشخاص سواء أردنانين فلان فلان ودول قال كنا إشارات هذا كنا إشارة فقط غير جمع نقطة ولا مساعة شو هذه لو إشارة مثلا غير شو قارس الدكتور شقاط هذه لو إشارة غير شو قارس إلياس العمري روحينا ساعة من تسمى بروق فنينا كل قاعد شغل صغير مساهمة تسمى كذا السنة وتحلو شيء خاسم كل مزايد كأسماء حال يخسر شغل صغير نعم أظن الصحبار ما يستحق كل من تعبير يوقع شوخ يبقى يوقع شو كذا ده المصالحة يخسر المصالحة جارة يخسر فينا الجمعة وتسمى المصالحة جارة ممكن اللي يجيني يطلق اللي فين سيري فينا خارج الحساب الطيقة خارج سعادة مش سعادة خارج قيد القرد القرد إلى آخره نقطة ثانية رو أكيد أنه يتشطاس عن ما يقارب الموضوع أنه قاعدة استكمال ونرفع السقف باش قال دائما يستنى بس يبقى شي قد بلا عبر هنك قد السياسة دائما دين أمان ولكن واش نهارا فين ممكنها واش نهارا يبدا نقيم إطارة إطارة المدنية ولا كذا مع احترام للجميع واحد من تسمى خلاف بالنسبة للشخصية نستحب جزء من الماضي وإن كان القضية مالينا في القضية مالينا القانون سنة ما نعقلها وتوكل في المتكت وقل شي تسمى قارمية تقنون ولا إذا بالنسبة يشقى إنه ضروري السقفة يتورفع ماشي مدان يتواضر منعادل ومنشي بسبب من الأسباب أسنانية يوذان من تشاني وقعس نشي المشكلة قلت وصرح ثم أكثر من هذا يجن المطلوب مليح بساف والله وخصوم زيجين شيخ يوذان خلني رأي تنسيقية مش حضار بيه بيه هولندا الجمعية كورتايت
بحضور الشهود عن الدنيا وقال في هولندا وإذا استقسال ما عليهم شنين أن تختلف جرام الجمعية تغدس منين يكون في ثمانين في إطار التنسيقية وإذا استقسال وش نفس الشهادة للتاريخ بإذن ربنا الله خدم المناح خدم الكذا كيفاش ودعم من الفعل دعم من بشر دعم نيك مثل غير بأيد سكري نقام منايا من نقام أخسر باش نبدي ده ما عندنا وكيف ميغان الرجال غانا بايا ويا باش هذا هو مع الخارج ولا ما غانا صفر جنة أبا قلت إيش قلت تصفر الحسابات لا كتب هذه نوك هاوي نوك هاي في المركز وغلا أتمنى شو النقطة الأخيرة ومتمنى أن عرفتوا ده وتشكات باش تشكات بزاف الاجتهاد وغيرك أتمنى أن تفتح الموضوع عن رأيك كاين المشكلة عاد لبعض النقاط القضية التماثيل وماذا وقع والإعلان وكيف عن الإعلان غادي نحاول اسمك جنح حقا نظن تحياتي قدام الشكر لجميع الأولاد اللي ساهم يكزيد البحر يزيد خاصة في الخارج ثم خارج حسيمة أي في المغرب في تاز في تاونات في طوشطات الهيئة النقابية الهيئة الحقوقية واللي هو ساهم بزاف ساهم قليل اللي بدا ويدخل الزيت بينو كان زي أكادير وانت أشفاي موبستار يقيمها لديش الشهر استفاد من الطبقة العاملة الدروش شكر كذلك فينا وترحموا أخيرا في الأرواح والبحر وشعر الزيزة في الحزب الوالدين وتمني المصالحة أتنجح ننزي غرانا في الموضوع وهو الجهوية الحقيقية في إطار ملكية برلمانية في إطار مغربي موحد متضامن. شكرا جزيلا. أذنيتي أيتم السويثنا الزوار الموقع عرفتو داي أتي للمغضام قالوا الحلقة يا أذنيتي تشكع صوت تصل الأستاذ الدفع بتكريم يجبون لك التعوية الأستاذ سحمد العيشي براغكم شين ملاحظات نغشين تعليقات كتو برنامج نغي اقتراحات هذا فنتي تسكم في البريد الإلكتروني الموقع عرفتو داي @gmail.com وتشكعشكم صوت تصل.